وقعت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي عقد إنشاء مشروع محطة محولات أليكس ويست مع عدد من الشركات. تستهدف الوزارة من المشروع الجديد زيادة الأحمال المستقبلية وتحسين مستوى الجهد، بالإضافة إلى تخفيف الأحمال عن المحطات القائمة في منطقة كهرباء الإسكندرية. تبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد 295 مليون جنيه، ويتم تمويله من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.